مرحبا بكم أصدقائي المشاهدين متابعين لاعب 12 والشرقية بموعدنا كل يوم دائما إن شاء الله طبعا من الأحد إلى الخميس بهالموعد نلتقي. فاصل ونبدأ الحلقة. الإنجاز والفرح العراقي بالوصول لأولمبياد الريو في البرازيل بالتأكيد ما زالت الأفراح مستمرة وما زال طعم الانتصار والفوز ما زال موجود وإحنا بالتأكيد مستمرين يعني تغطية لكل الفرح العراقي اللي انتشر بكل مكان مثل ما قلنا البارحة من الدوحة إلى بغداد إلى البرازيل إلى كل مكان بعراقي بالدنيا وبكل محب للعراق فرح بما سواه منتخبنا الأولمبي من تأهل بفرح واستحقاق حقيقي بالوصول إلى الأولمبياد بعد ما حل بالمركز الثالث بنهايات كأس آسيا الأولمبية. اليوم مستمرين بردود الأفعال سواء اللي كانت بقطر بعد المباراة في البصرة في أربيل في بغداد في كل مكان احتضن هذا الفوز وهذا الانتصار العراقي. لكن مع كل هذا الفرح ومع كل هذا الاعتزاز بما قدمه لاعبي منتخبنا الأولمبي علينا الآن أنه بعد ما تنتهي الأفراح وبعد ما تنتهي كل الأمور نبدأ من الآن نضغط على أصحاب العلاقة بأنه يستعدون للقادم. المهمة ما انتهت الآن، المهمة ما خلصت بالوصول إلى الأولمبياد، لا، المهمة لازم كل من إلى علاقة من جمهور من إعلام شارع رياضي مدربين لاعبين لجنة أولمبية لأنها هي صاحبة وراعية هذا الإنجاز والاتحاد طبعا بشكل ثاني لازم من الآن يفكرون أنه المهمة بدأت الآن. الظهور المشرف التمثيل الجيد خاصة أنه إحنا نمتلك سجل وسجل طيب جدا في النهائيات الأولمبية. نتذكر بال 88 منتخبنا قدم مستويات طيبة مع زامبيا وإيطاليا وغواتيمالا. نذكر ظهور المشرف للعراق في أولمبياد موسكو والظهور الأكبر والإنجاز الأكبر على المستوى الأولمبي بالتأكيد في أثينا 2004 القدير عدنان حمد والقدير ياسين عمال والجيل الرائع الكبير اللي قاد الكرة العراقية لإنجازات كبيرة من 2004 إلى اليوم وبالتالي مسؤولية مواصلة الإنجاز على مستوى النهائيات الأولمبية الآن يجب أن نبدأ ونخطط لها ونفكر لها بعد ما نحتفل ونفرح ما بعد التأهل وما بعد الانتصار. في تقرير زيد السراج نتابع. الإعداد المثالي يصل بالفرق إلى بر الأمان ويظهرها بالشكل الأمثل خصوصا إن كان هنالك خطة واضحة للجهة المعدة والتي يقع على عاتقها الجهد الأكبر في توفير المعسكرات التدريبية النوعية والتي يجب أن تتلائم مع أجواء البطولات من ناحية المناخ والذي من الضروري أن يقترب كثيرا مع الدول المنظمة إضافة إلى إيجاد مباريات ودية على مستويات عالية تتشابه في ذات الوقت مع المدارس الكروية وأسلوب اللعب للفرق التي سيواجهها الفريق في البطولة الرسمية. ومثلما وفرت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وكان هنالك خمسة معسكرات للمنتخب الأولمبي قبل انطلاق النهائيات الآسيوية يجب أن يكون الإعداد للأولمبيات بصورة جيدة حتى يظهر الفريق العراقي بالصورة اللائقة والتي تعكس اسم وسمعة الكرة العراقية في المحافل الدولية. زيد السراج للاعب 12. إذن على المعنيين لجنة أولمبية مدربين ويعني حتى اللاعبين التفكير الآن بالمهمة الجاية مثل ما بعد مثل ما قلنا طعم الفوز موجود والاحتفالات موجودة والفرح موجود نحتفل ونبدأ نفكر ونخطط للجاي. خلينا الآن بأجواء الفرح بعد شوية نتكلم بأجواء ما بعد الفرح إن شاء الله اللي يعني نتمنى أيضا يبقى فرح. زميل زيد السراج في قطر بعد المباراة عملنا كثير من اللقاءات مع الشخصيات الرياضية المتواجدة هناك اللي تحدثت عن أهمية الاستمرار بهذا الفرح
والاستمرار بالعمل لكي يكون الظهور بشكل مثالي إن شاء الله في الريو. أولا تابع الفرحة العراقية سعد مالح رئيس الوفد العراقي وأحمد علي حارسنا الدولي السابق اللي نتمنى لهم كل الخير إن شاء الله بالتأكيد والنجاح. نتابع اللقاءات ونرجع لكم. نقول مبروك الشعب العراقي، مبروك جماهيرنا، مبروك كل الرياضيين، نشكر الجالية العراقية، نشكر الإعلام حقيقة، نشكر كل المتواجدين، السيد السفير، الرياضيين اللي عادرون حقيقة. كانت دقائق يعني عصيبة، يمكن إذا أقول لك يمكن إلا شوية كان ضرب الدقل على المقصورة، لكن أقول للشعب العراقي مبروك وإن شاء الله يا رب الموفقية لشعبنا. بعدك شباب يعني تقدر تضرب دقلة؟ ومشيت بالمقصورة. مبروك، تحياتي لبيان كل الإخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طبعا فريقنا يعني اول شيء احنا نقول مبروك للشعب العراقي والجماهير الرياضيه جميعا، ومبروك لمنتخبنا ولاعبينا، واحنا اليوم وصلنا للمباراه واحنا مطمئنين والله. يعني انا واحد من الناس كنت مطمئن، يعني فريقنا مباراه بعد مباراه كان يعني تحسن كاداء لاعبين فرديين وكمجموعه، والحمد لله وشكر اليوم توفقنا وتوفقوا. وانا اللي فرحني اكثر فهو حارس المرمى اللي رد على جميع اللي كانوا يشككون بقدراته، واشكر الكابتن صالح حميد اللي يقدر يعيد وضعه النفسي خلال يومين، والحمد لله وشكر. نقول مبروك للفريق العراقي، مبروك للشعب العراقي، مبروك لنا، مبروك للرياضيين جميعا. المدربين اصحاب الانجاز حيدر نجم، حيدر جبار، عبد الغني شهد، وبالتأكيد مدرب حراس المرمى الكابتن صالح حميد اللي حقيقة أعاد للمرمى العراقي بتواجد الحراس فهد وكرار وغيرهم، أعاد لهم الحضور الكبير في المرمى العراقي. نوجه له تحية للكابتن القدير صالح حميد ولغونزالو مدرب اللياقة البدنية، ونتابع فرحتهم وردود أفعالهم بعد التأهل العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعتقد ان الجمهور العراقي وقنوات التواصل الاجتماعي والاعلام كان له دور كبير في فوز المنتخب في هذا اليوم، لانه يمكن احنا لاول مره نشاهد الفريق يخسر وكل الناس وياه، وكان دعم كبير، وهم كانوا يعني السبب الرئيسي باعاده اللاعبين الى وضعهم الطبيعي بسبب الصدمه الكبيره اللي تعرضنا لها في مباراة اليابان. اليوم مباراة اليوم كانت صعبة جدا أن تخطف البطاقة من يعني البلد المستضيف البطولة، وكثير من الأمور اللي مرت بالمباراة، لكن الحمد لله على كل حال يعني حققنا شيء مهم، يعني أفرحنا الشعب العراقي. أتمنى إن شاء الله دائما يعني أيامهم أفراح ومسرات، ويبعد كل شر إن شاء الله عن بلدنا. يعني الشوط الثاني اعتقد قدمنا شوط متميز، وكنت واثق انه عندما نعادل النتيجه راح نكسب المباراه، خصوصا بعد امتداد يعني المباراه للشوطين الاضافيين، كاعتبارات مهمه يعني كانت بالنسبه لنا، والحمد لله توفقنا يعني في هذه المباراه اللي اعتبرها هي اصعب مباراه بالبطوله. ان تلعب مع الفريق المستضيف تتأخر بهدف في ملعبه، يعني عامل إحباط يكون للاعبيك، حافز قوي للفريق المنافس، لكن الحمد لله اللاعبين كانوا أبطال في مباراة اليوم. هو بطل أبو أحمد، بطل أبو أحمد، ومدرب كبير وأخ يعني عزيز، والحمد لله وفقنا بشكل كبير، مو فقط حيدر نجم، حبيب جعفر، حيدر جبار، صالح حميد، غونزالو، الجندي المجهول اللي قد الاخوان اللي الكادر الطبي، الكادر الاداري، اداره الوفد، الكل، الاعلاميين بدون مجامله، البعثه الاعلاميه اللي معانا كان لهم دور مميز، و كانوا يعني خير عوامل مساعده مو عامل واحد لنا في هذه البطوله، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الحمد لله وشكر اليوم يعني عن جهود كبيره تحقق الفوز مع الفريق القطري، قدمنا مباراه كبيره، كنا نستحق الفوز يعني، صار علينا هدف الحمد لله وشكر. هو الفريق الكبير من يرجع للمباراة أنه هذا الفريق العراقي دائما متعودين على اللعب الحلو، متعودين على النتائج الكبيرة، الله سبحانه وتعالى وفقنا في مباراة اليوم، اللاعبين قدموا مباراة كبيرة. هذا الإنجاز الثاني يعتبر لي كحيدر جبار، كنت لاعب في 2004 في النهائيات في أثينا، واليوم بإذن الله تعالى إذا الله سبحانه وتعالى أعطانا طولة العمر إن شاء الله نكون إن شاء الله متواجدين في البرازيل
وهي نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى أن هذه البطولتين هي تعتبر من البطولات المهمة وراء كأس العالم، وهذا فالشيء يعني إضافة لسجلي كرياضي. إن شاء الله نخدم هذا البلد الكبير ونخدم الحركة الرياضية في بلدنا، ومبروك لكل الشعب العراقي. يعني كان أكو زعل من الجمهور أو الشعب العراقي أنه كان يتمنى أنه يشاهد منتخب الأولمبي في المباراة النهائية، لكن يعني رغم أفضليتنا مع اليابان لكن هذا حال واقع كرة القدم. احنا وضعنا العديد من الفرص لكن وضعنا كل جهدنا وكل تفكيرنا انه كيف نخطف البطاقة الثالثة اللي هي صعبة جدا. احنا نلعب مع فريق هو مضيف للبطولة على ارضه وامام جماهيره، لكن الحمد لله لاعبين ادوا ما عليهم، كنا على قدر عالي من المسؤولية. الفريق يعني احنا واجهتنا كثير مطبات بالمباراة، وزادت صعوبتها علينا انه بعد ما تأخرنا بهدف يعني زادت المهمة علينا صعوبة شوية، لكن ما بين الشوطين اجرينا بعض التغييرات. اللاعبين في لحظات حسيتوا ان المباراة راح تروح من عندكم؟ شوف والله احنا يعني حتى ما قبل المباراة كنا امل بالله سبحانه وتعالى اولا ثم باللاعبين انه البطاقة الثالثة من نصيبنا. يعني انا يعني كثير وصلتني من الرسائل، اعطيتهم تطمينات قلت لهم نحتاج فقط التوفيق. احنا بالمناسبة خضنا تقريبا 6 مباريات بالبطولة باستثناء مباراة اليمن، كل مباراة كنا نتأخر بهدف، لكن من إيجابيات الفريق أن نرجع لمباراة باستثناء مباراة اليابان. الهدف اللي إجي هو يعني الكل شاهد أنه يعني ما بمجال للتعويض رغم أنهم تقدموا بهدف رجعنا. عموما أنه الآن احنا يعني حققنا طموحات الشعب العراقي، احنا ابتعدنا عن الأولمبيات منذ عام 2004، فكان كل رغبة أبنائنا العراقيين أخواننا كذا أن يشاهدون منتخبهم الأولمبي بالبرازيل. الآن احنا وصلنا والحمد لله، لكن نحتاج إلى عمل كبير، نحتاج إلى دعم كبير من حكومتنا الموقرة اللي أكيد هي شاهدة الفريق وشاهدة الأفراح. اليوم الانتصار هو 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 بالمقابل يقابل الانتصارات الكبيرة اللي حققها أبناء قواتنا المسلحة والحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية اللي يسطرون أروع ملاحم الانتصار في جبهات القتال. اليوم احنا أيضا زفينا بشرى إلى كل العراقيين، صدقني أنه يعني احنا بقدر ما فرحانين لشعبنا، نعرف أنه شعبنا ينتظر مثل ما نقول فرحة من عندنا، وكان الكل مجدود على أعصابه لكون المنافس هو فريق قطر، لأنه بلد مضيف وأمام أرض على أرضه وأمام جماهيره. مباراة كانت جدا صعبة، أعتقد إحنا يعني قدرنا أن نرجع المباراة في آخر 5 دقائق، كان ممكن أنه يعني نحصل على ركلة جزاء، لكن الحكم بالنهاية هو بشر وكل إحنا معرضين للخطأ. عموما يعني عن الكلام قد يخونني بعض الشيء، لكن أحب أن أبارك. مبروك لكم كل أبناء الشعب العراقي. أستاذ العراقيين وإبداعهم طبعا ما يقف عند المنتخب الأولمبي وكرة القدم. يعني بمناسبة تواجده ويانا بعد شوية إن شاء الله راح يكون عبر التليفون من الدوحة أستاذنا الكبير الصحفي الرياضي الأستاذ صفاء العبد، راح نسأله على موضوعات المنتخب الأولمبي. لكن قبل كل ذلك خلينا إحنا مبارك له بتكريمه من قبل وزير الشباب والرياضة التونسي ومن اتحاد الصحافة الرياضية العربية بوسام الوسام الذهبي تقديرا ل 38 سنة من الجهد الصحفي الرياضي الكبير اللي أعطانا إياه بعمل وإنجازات صحفية ومتابعات. بالتأكيد يعني أثرت الساحة الرياضية الصحفية العربية والعراقية بقيمة كبيرة باسم صفاء العبد. أولا تقرير عن هذا الموضوع وبعدين نرجع لكم. تاريخ صحفي طويل ومميز لواحد من أهم الأقلام العراقية والتي نبضت بحبرها على أوراق الصحف والمجلات خلال العقود التي مضت، حتى صار واحدا من أهم الكتاب العراقيين والذين يشار لهم بالبنان. ونتاجا لكل ما قدمه خلال الفترة الماضية حصل هذا المبدع على الوسام الذهبي العربي من اتحاد الصحافة العربية في حفل مميز أقيم في تونس. صفاء العبد الصحفي العراقي المخضرم ولد بهذا الوسام من قبل وزير الشباب والرياضة التونسي، هاديا في ذات الوقت هذا الوسام إلى جميع الصحفيين العراقيين والذين يفتخرون طبعا بوجودك في ما بينهم، لأنك من بين الصحفيين الكبار والذين دائما ما يضعون اسم العراق عاليا بعملهم المميز وجهدهم الذي لا يعرف التوقف أو الانحسار. زيد السراج للاعب 12.
إذا خلونا أنا وأنتم أصدقائي نرحب بأستاذنا الكبير وضيفنا عبر التليفون من الدوحة الأستاذ صفاء العبد الصحفي الرياضي. أستاذ صفاء يعني سعداء جدا بتشريفك لنا اليوم باللاعب 12 وبالشرقية، ويعني إن شاء الله يا ربي دائما الأفراح يعني تحل على كل العراقيين. مبروكين، المبروك الأولى لتأهل المنتخب الأولمبي إلى البرازيل، والمبروك الثانية يعني على الوسام الذهبي وتكريمك من قبل وزير الشباب والرياضة واتحاد الصحافة الرياضية العربية بالوسام الذهبي نظير الخدمات الكبيرة اللي قدمتها طوال عملك الصحفي. فمرحبا بك وألف ألف مبروك أستاذ صفاء. مساء الخير زميلتيان، مساء الخير جميع الأخوة المستمعين. أنا سعيد أكثر بوجودي معاكم الشرقية أحد البيوت المهمة للمواطن العراقي بشكل عام. نعم، فأهلا مرحبا بك أستاذ صفاء. يعني التكريم جاء بعد سنوات طويلة من العمل والجهد، وبالتأكيد يعني إهدائك هذا التكريم وهذا الوسام للصحفيين الرياضيين العراقيين شيء كبير. ترى الصحافة العراقية الرياضية ما زالت مستمرة بالعطاء اللي يمكنها من أنه تظهر بقوة في المحافل العربية أولا ويعني الدولية ثانيا. طبعا زميلي كان هو مش تكريم شخصي بقدر ما هو تكريم الصحافة والإعلام الرياضي العراقي بشكل عام. نعم. يعني أنا بدوري أيضا مثل ما تفضلت أنا أهدي لكل زملائي في العراق وخصوصا الشباب منهم، على أمل أن يكون هذا حافز لهم جميعا للتألق والإبداع في عالم الصحافة الرياضية. بالنسبة لي هو محطة مهمة وبارزة في مشواري المهني بعد كل هذه السنوات اللي أمضيتها في عالم الصحافة اللي قاربت على 40 عام تقريبا. مثل ما تفضلت أيضا الصحفي الرياضي العراقي أثبت وجوده سواء خلال وجوده في العراق أو من خلال تواجده في الساحة الرياضية العربية. يعني لدينا العديد من الصحفيين الرياضيين العراقيين متواجدين في الساحة العربية وأثبتوا جدارتهم وتفوقهم. نعم. حتى على بعض الأخوة اللي جاءوا من مصر مثلا اللي هي تعتبر من المدارس المهمة في الصحافة والصحافة الرياضية على وجه الخصوص. احنا لدينا أسماء مهمة في الصحافة الرياضية زميل فيان. نعم. احنا يعني تلاميذ أساتذة كبار، تلاميذ ضياء حسن مؤسس الرابطة العربية للصحافة الرياضية اللي أصبحت الآن الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، مؤسس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية. لدينا أسماء قاسم العبيدي وعبد الجليل. نعم. موسى وشاكر إسماعيل وإبراهيم إسماعيل، أسماء كبيرة في عالم الصحافة الرياضية العراقية. نعم. احنا تلاميذهم إن شاء الله، ولدينا أيضا تلاميذ يتيون على الخط إن شاء الله. هو هذا يعني أستاذ صفاء هذا السؤال الـ الأهم الآن، هل نمتلك من القاعدة والخامة الشابة ما يجعلنا نتفائل انه قادم الصحافه ومستقبل الصحافه الرياضيه العراقيه قادر على ان تصل الى هذه القامات البارزه الصحفيه وانت بالتاكيد واحد من ابرزها؟ والله يا زميلي فلان، يعني احنا كنا بدينا بدايات بسيطه. نعم. والامر ايضا يتعلق بالشباب الجدد، ايضا يحتاجون الى جهد، يحتاجون الى مثابره، يحتاجون الى اجتهاد، يحتاجون الى التعلم من الاخرين. نعم. انا اعتقد انه الان الفرصه المتاحه امام الشباب افضل من الفرصه المتاحه ان سابقا. نعم. الان مساحه العمل واسعه، لدينا العديد من الصحف، لدينا العديد من الفضائيات. نعم. بامكان هذه المؤسسات ان تكون مدارس للصحفيين الشباب، وبالتالي الاستفاده من هذه الفرصه ومن ثم تطوير امكانياتهم للوصول الى ما وصلنا الى او ما وصل الى اساتذتنا في هذا المجال ان شاء الله. يعني بالتاكيد الفرح مرتبط بتكريمك وبما فعل المنتخب الاولمبي استاذ صفاء. انا اريد يعني نسمع رايك الخبير، قربك انت من الفريق في هذه المرحله في البطوله وايضا في بشكل عام، يعني هل نستمر بالفرح والاحتفالات إلى الحد اللي يخلينا نخسر الوقت ونطمن أنه هذا الفريق لو يجب أن العمل يبدي من هسه للتخطيط لما راح نواجهه بالأولمبياد؟ يعني قبل كل شيء يعني خليني أتوجه بالتهنئة لكل العراقيين اللي ما تحقق في الدوحة على يد هذه النخبة الطيبة من اللاعبين الأبطال الشباب وجهازهم الفني المجتهد والوصول الى الاولمبياد العالمي المره الخامسه. نعم. لكن مثل ما تفضلت يعني علينا ان نركز من الان على ما هو قادم. نعم. علينا ان نستفيد من اخطاء الماضي لكي يكون القادم افضل من الماضي. احنا طبعا كنا نعرف انه كانت هناك اخطاء في عمليه اعداد هذا المنتخب. نعم. كان الاعداد فقير، يعني لم يرتقي الى مستوى الطموح. نعم. ولذلك كان عندنا شك في امكانيه ان يحقق منتخبنا ما حققه
في الدوحة، لكن الروح القتالية واجتهاد الجهاز الفني أنا أعتقد كانت هي السبب المباشر في تحقيق ما تم تحقيقه في الدوحة. علينا أيضا أن نستفيد من تلك الأخطاء وأن نبدأ من الآن بوضع برنامج علمي وعملي سليم للوصول بالمنتخب إلى المستوى اللي يأهل لخوض الأولمبياد المقبل بالدرجة اللي نتمناها. إحنا طبعا اللي حقق لا يمكن أن نسميه إنجاز، لأنه الإنجاز يفترض أن يكون غير مسبوق. إحنا سبق وأن تأهلنا 4 مرات وهذه الخامسة، سبق وأن حققنا المركز الرابع في الأولمبياد. الإنجاز يكون في تحقيق وسام أوروبي هذه المرة، وتحقيق الوسام الأوروبي يحتاج إلى جهود كبيرة. يعني لا يكفي الحديث، لا يكفي الحديث فقط عن برنامج إعداد، وأنه نحتاج إلى تمويل، نحتاج الى جهود، يعني امكانيات ماديه عاليه. يعني خليني اقول لك انه المنتخب الياباني اللي احرز بطوله اسيا هذه الاخيره هذه كان قد انفق عليه 100 مليون دولار خلال عام واحد لكي يحقق هذا الانجاز. ومع العلم منتخبنا بروح القتاليه للاعبين باجتهاد مدربه لم يكن اقل شانا من المنتخب الياباني، خسر امامه في الوقت القاتل، وكان بامكانه ان يفوز عليه لو استمر الوقت الى وقت اضافي. لما يكون عندنا هيك امكانيات وهيك لاعبين وهيك جهاز فني، اعتقد اذا وفرنا لجزء بسيط من اللي توفر لليابان او اللي توفر لقطر او اللي توفر لاي منتخب اخر سنحقق ما نتمناه ان شاء الله. طيب استاذ صفاء، يعني تشوف الان التركيز على يجب ان يكون على دعوات التكاتف ويعني تعشيق الجهود بين كل من إلى علاقة بمسألة إعداد المنتخب العراقي للأولمبياد، وهنا الضغط على الحكومة، الضغط على الوزارة، الضغط على الأولمبية كونها هي راعية هذا الإنجاز وراعية المنتخب الأولمبي، الإعلام، الشارع الرياضي، يعني كل من يجب أن يفهم ويقوم بدوره حتى يكون التحضير أفضل والظهور أفضل بالأولمبياد. بكل تأكيد زميلي فيران، هذه مهمة وطنية، هذه مهمة وطن، مهمة تحتاج جهود وتكاتف الجميع. هذه ليست مهمة اتحاد القدم. يعني اتحاد القدم يعني صحيح هو المعني الأول في هذا الموضوع، لكن هي مهمة ترتبط بعمل مشترك من قبل الجميع. الحكومة يجب أن يكون لها دور وحضور، وزارة الشباب يجب أن يكون لها دور وحضور. أنا أعتقد الوزارة كانت حاضرة في هذا الإنجاز، مثل ما اللجنة الأولمبية كانت حاضرة في هذا الإنجاز من خلال تواجد السيد رئيس الجمهورية وزير الشباب في الدوحة ودعمهم وتشجيعهم للاعبين، وهذا أسهم بشكل مباشر بتحفيز اللاعبين ودفعهم لتحقيق ما تحقق. لكن القادم سيحتاج إلى جهود أكبر، سيحتاج إلى تمويل أكبر، سيحتاج إلى أن نتكاتف بشكل أوسع. الإعلام يجب أن يلعب دور مهم في هذا الموضوع، يجب أن نركز على الأخطاء اللي حدثت سابقا حتى نتجاوزها في المستقبل. نعم. المهمة مهمة وطنية بالتأكيد زميلي فيان. طيب استاذ صفاء، يعني ولو احنا نستغل وجودك بالتأكيد ورأيك مهم، لكن أيضا على المستوى العام لازم ما ننسى باقي الألعاب وباقي الفعاليات، ويكون هناك يعني خط شروع واحد لانطلاق الإعداد بالتوازي وبالتساوي بين كل الألعاب. يعني ما نركز على فريق كرة القدم ونترك ألعاب القوى، ونترك يعني ما ممكن أن يشارك به العراق من ألعاب في الأولمبياد. أكيد أكيد جدا زميلي فيران، هذه ملاحظة مهمة جدا. يعني إحنا سبق وتحدثنا عن إمكانيات لرياضيين عراقيين في ألعاب أخرى بإمكانهم أن يحققوا كثير في الأولمبياد إن شاء الله. تحدثنا سابقا عن ربع كرار، والآن أنا أتساءل أين هو. يعني كثير من المؤسسات، كثير من المعنيين تبنوا هذا الموضوع وأعلنوا استعدادهم لتبني هذا الرباع ومن ثم الأخذ بيده وتوفير ما يحتاجه من المعسكرات للوصول به إلى الإمكانية التي تجعل قادر على أن يحقق وسام أولمبي، وأنا أعتقد هو قادر على هذا الموضوع. لكن أين هذا الكل اللي سمعناه؟ لم يتحقق شيء من هذا القبيل، والآن أصبح يعني موضوع منسي، شأن الألعاب الأخرى. إحنا لا نتذكر، مشكلتنا أنه لا نتذكر الألعاب السعودية إلا عندما يحين موعد الأولمبياد، وهذا خطأ كبير. الالعاب الاولمبيه تحتاج الى جهود كبيره. احنا شفنا سابقا في الوقت اللي كان بيه الدولار يعني شيء كثير بالنسبه الى الدول الاشتراكيه، كنا نسمع في الاتحاد السوفيتي ينفق على الرياضي ما يعادل 5 مليون دولار لكي يحقق الوسام الاولمبي. احنا الان نحتاج الى تركيز. صح احنا هسه ظروفنا لا تسمح، لكن علينا ان نجتهد، علينا ان نحاول، علينا ان نضع برامج سليمه للوصول بالرياضي الى المستوى اللي يأهل ليحقق الوسام الاولمبي، او على الاقل يحقق النتيجه اللي تليق باسم وتاريخ الرياضه العراقيه. استاذ صفاء، يعني الى اي مدى هذا التاهل والتواجد العراقي الكروي، وان شاء الله باقي الالعاب ايضا تكون متواجده، الى اي مدى ممكن يكون نقطه مفصليه ومحوريه في بالرياضه العراقيه بشكل عام، تكون منطلق
يعني يا ريت يكون واقع رياضي اجمل واحلى من اللي دا نعيشه الان. والله زميلي فيان اكو حقيقه احنا يعني اكيد تعرفها ويعرفها الجميع. نعم. متى ما انتعشت كره القدم نعم. تنتعش الالعاب الاخرى في العراق. احنا الان يجب ان نستثمر هذه الفرصه، فرصه انتعاش كره القدم من خلال ما تحقق في هذه البطوله وتاهل الاولمبياد، حتى ننعش الالعاب الاخرى وندفع بها الى ان تبذل جهود اكثر لتحقيق مستويات افضل. على مستوى كره القدم انا استطيع ان يعني اقول ان لدينا منتخب جيد علينا ان نرعاه، لدينا لاعبين ممتازين يتميزون بالروح القتاليه وبالكفاءه العاليه وبمهارات عاليه، واشاد بهم جميع المراقبين المتواجدين في البطوله اللي انتهت قبل يومين. لدينا جهاز فني جيد جدا بقياده عبد الغني شهد، وهذا الجهاز الفني تفوق على مدربين كبار من مدارس كرويه معروفه ولا شانه. لدينا رجال وقفوا ويقفون ايضا خلف هذا المنتخب سواء على صعيد اللجنه الاولمبيه او وزارة الشباب، هذه كلها يجب أن تستثمر من أجل أن يكون الإعداد أو تهيئة المنتخب بشكل مطلوب إن شاء الله. إن شاء الله أنا إن شاء الله مطمئن لأن يحقق هذا المنتخب ما نصبه إليه إن شاء الله في رياضة الجانيور. كل الشكر الجزيل لك أستاذنا الكبير سيد صفاء العابد الصحفي الرياضي من الدوحة، ممنوني منك، مبروك مرة ثانية لتكريمك بالوسام الذهبي لجهودك الكبيرة بالعمل الصحفي الرياضي العربي والعراقي. الله يعطيك ألف عافية، وتبقى أنت يعني معلم كبير لأجيال الشباب، بالتأكيد كلنا نتعلم من ما قدمته طوال هذه السنوات الطويلة. شكرا لك أستاذ صفاء. نبقى في قطر بعد المباراة، كان لكم فرح عراقي للجالية العراقية المتواجدة هناك، نشوفها ونرجع لكم. مبروك للعراقيين ومبروك للشعب العراقي، أدوا ممتاز، أدوا لعب حلو والحمد لله، وهارد لك المنتخب القطري وما قصروا الشباب والحمد لله. تأخرنا بقول بس بعزيمة الشباب وبعزيمة الوطن وبعزيمة الجمهور الحمد لله، ألف الحمد لله فزنا، ومبروك للعراقي مرة ثانية. والله حماس بالبداية شوية بس بعدين ما شاء الله جابوها الشباب، جابوها كالعادة. هلا والله مشاعري كلش قوية يا حبيبي، ما قصروا الجماعة، أهدي الفوز للعراقيين كلهم جميعا والأهل اللي بالعراق واللي بخارج العراق وكل الشعب العراقي، وهاي الفرحة يعني ما تنوصف والله، وإن شاء الله بالبرازيل ما يقصرون الشباب بإذن الله. وشكرا لكم والله المنتخب، وأولهم طيارة ما قصر طيارة والنعم منه زين، والبقية الشباب كلهم واحد واحد بوسات، ومن الحجية والدتي همين البوسات بس ما موجودة هسه راحت. وجاش يقولون شو تقولين للمنتخب؟ قولي ألف مبروك. ألف مبروك وإن شاء الله العراق كله يفوزون. العراق أحسن لاعبين. مشاعركم بالفوز؟ مشاعركم بالفوز والله شعور رائع جدا، مبروك علينا وعلى القطريين، هم لعبوا ممتاز ولعبة كانت أكثر من رائعة، مبروك على العراقيين كلهم. مبروك على قطر وعراق وفرحان إن فوزوا. بارك الله فيهم. تذكرين لو ناسية احنا شبابك آسيا، تذكرين الحقيقة قدموا مباراة جميلة وأمتعونا، وكانت مباراة يعني حساسة وما تقبل قسمة على اثنين أما تأهل أو تطلع، فقدموا مباراة ممتازة خاصة من الشوط الثاني، فالحمد لله ومبروك لهم الفوز ومبروك للجميع. لعبة حلوة مثيرة، الحكم أثار أعصابنا بعض اللحظات لكن الشباب ما قصروا، لعبة لطيفة ومبروك للجميع، ونتمنى لهم حظ جيد إن شاء الله لما يروحون في البرازيل. هم بعدنا بقطر وهالمرة مع الشخصيات الرياضية الكبيرة اللي قدمت كل شيء لهذا الفريق، لهؤلاء الشباب من دعم ومساندة وتواجد يومي، الكابتن القدير مجبل فرطوس، كابتن القدير كريم علاوي، الكابتن راضي شنيشل، وايضا تحيه للسفاره العراقيه اللي يعني كانت مواكبه للفريق وقدمت له كل انواع الدعم والمسانده. اسمع رايهم ونرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه اهني كل محبي وكل مشجعي الجماهير المنتخب العراقي بفوز اليوم على المنتخب القطري الشقيق. بصراحة اليوم فزنا على فريق قوي، فريق متبرز، فريق عدة يعني من 5-6 سنوات وأقام معسكرات تدريبية ومباريات تجريبية كثيرة، ويشرف على هذا الفريق مدرب إسباني على مستوى عالي.
فمباراة اليوم كانت مباراة جدا صعبة يعني، وكان الفريق القطري يعني مستميت في خاصة في بداية المباراة، ولكن يعني بجهود الكادر التدريبي واللاعبين اليوم منتخب العراقي الأولمبي قدم ملحمة كبيرة واستطاع أن يفوز يعني بكل يعني الفريق الذي يسجل آخر وقت المباراة، هذا يعتبر فريق متطور، فريق قوي، فريق عنده يعني الجانب البدني على مستوى عالي. فاليوم يعني فرحة كبيرة بصراحة، فرحة كبيرة لأنه يعني فزنا على منتخب قطر القوي على أرضه وبين جمهوره، وهذه يعني تعطينا يعني دفعة قوية لكرة القدم والرياضة في العراق، وإن شاء الله يكون هذا المنتخب يعني يرفع اسم العراق عاليا في الدورة الأولمبية في ريو دو جانيرو في البرازيل إن شاء الله، ويفرح جمهوري، وإن شاء الله يعني الاهتمام يكون من الآن ليس قبل شهر أو قبل أسبوعين، لأن هاي يعني بعد كأس العالم هي الدورة الأولمبية. والله احنا بالبداية نبارك الأخوة الجهاز الفني واللاعبين والأخوة الإداريين وأعضاء الاتحاد، وهذا الفوز يستحقوا، كانوا اللاعبين خصوصا اليوم قدموا مباراة عالية المستوى، كانوا يستحقون نتيجة أكبر، لكن المهم هو الوصول إلى الأولمبياد، ونتمنى لهم الموفقية في النهايات إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الحمد لله، طبعا من وصل فريقنا صراحة للمربع الذهبي كنت أتوقع أنه نحقق شيء رغم صعوبة المهم، والفريق القطري ليس الفريق السهل، أرض وجمهور، لكن في بعض الأحيان تكون عبء على الفريق، وأعتقد اليوم كانت عامل سلبي على الفريق. فريقنا أداء في أداء تصاعد، طبعا أتمنى طبعا هذا الفريق يستمر طبعا ويستقر عليه، لأن أنا أعتقد من خلاله ممكن يبرز مجموعة جيدة من اللاعبين. مبروك للجميع، اتحاد للكادر التدريبي اللاعب، مبروك للشعب العراقي طبعا، مبروك الجمهور هنا، الجمهور العراقي طبعا ادى دور هنا، مبروك لكم كذلك. والله الفرحه كبيره ما تنوصف، ونهدي هاي الفرحه وهذا الانجاز لمنتخبنا البطل للشعب العراقي اللي يستحق الفرحه، ونهديها ايضا للحكومه العراقيه وللجاليه العراقيه اللي بقطر اللي ازروا المنتخب من اول يوم الى الان حصلوا الفوز الحمد لله والشكر. وبالتأكيد قلنا الفرح استمر بكل مكان، بكل مكان متواجد به العراقيين. بالبصرة الآن كان احتفالات كبيرة، زميل أركان تقي وافانا بها. شوفوا نرجع لكم. الموت ما ننسى، منصورة يا بغداد، منصورة يا بغداد، منصورة يا بغداد، منصورة يا بغداد، منصورة يا بغداد. مبروك مبروك للعراقيين كافة والشارع البصري على الإطلاق. نبارك للشعب العراقي فوز فريق أسود الرافدين على الفريق القطري، وإن شاء الله يا رب دوم فايزين، وإن شاء الله دوم الفرحة ما تفارق العراقيين، وتكون هاي الأفراح بالشارع العراقي دائما إن شاء الله حتى في الأولمبياد إن شاء الله، بس لو شوي يخففون الرمي إن شاء الله. شكرا حبيبي. والله نبارك لكل العراقيين، يعني هاي الفرحة إحنا كنا نحتاجها بالوقت هذا بالذات. نعم، وإن شاء الله منصورين، لكن إن شاء الله تدوم الفرح على العراقيين والله يكفيهم شر شر، كل واحد ما يخاف الله، وإن شاء الله دوم لنا بعد عمر الفرحة هاي العالم. أي والله إن شاء الله الفرحة يا رب يدومها إن شاء الله بفوز المنتخب العراقي، إن شاء الله يكون النهاية ردنا والله. شكرا. أي والله شكرا للشرقية، أهلا وسهلا. سلام حبيبي، ألف مبروك إن شاء الله لسود الرافدين، إن شاء الله تأهل البرازيل إن شاء الله. إن شاء الله تكون كل هاي ألعاب نارية إن شاء الله، يبتعدون عن الرصاص إن شاء الله بدون إطلاق ناريات إن شاء الله. أعلى فوز العراق، فرحانين فوز، والعراق أولا، والعراق يعني العراق واحد وفزنا. Thank you.
الله الرحمن الرحيم نهني الشعب العراقي بفوز المنتخب وفرحونا هواي ولعبوا خوش لعب ويستاهلون الفوز ان شاء الله. احتفالات اليوم راح تستمر بمحافظة البصرة ان شاء الله تستمر يعني يعني للوحده والثنتين يبقون شس مشارع الجزائر ها لا ان شاء الله للصبح ان شاء الله للصبح للصبح يعني ورغم البرد بس بدت الاحتفالات كلش قويه للصبح ان شاء الله ويستاهلون الفوز يعني ان شاء الله راح تزود الوقت قال للوحده للثنتين للصبح الاحتفالات ان شاء الله ان شاء الله الصباح الباكر مبروك للمنتخب العراقي وحظ اوفر المنتخب القطري ادى ومنتخبنا العراقي ان شاء الله بطل وهمام بطل ومهند وكل لاعبينا ألف ألف مبروك ألف مبروك شعب العراق جيبك عجيبة 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 إن شاء الله دائما كل العراقيين أفراح مستمرة وانتصارات مستمرة وبالتأكيد هذه الأفراح ما تجي إلا بعمل منظم وعمل بتخطيط صحيح وتوفر له يعني القدر المطلوب من الإمكانيات والقدرات. حلقة اليوم أصدقائي انتهت، بكرة إن شاء الله نلتقي بنفس الموعد دائما اللاعب 12 عبر الشرقية من الأحد إلى الخميس. إلى اللقاء.